السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية، وما زلنا بنتكلم عن أسباب النزول. والحقيقة أن الإنسان لما يرتبط قلبا وقالبا بالقرآن كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا اللي رب هذا الجيل العظيم، اللي رب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. ربنا يرضى عنهم يا رب، ويرضى عنا وعنكم، ويجمعنا وإياكم مع صحبة النبي على الحوض لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. تعالوا النهاردة نتعايش مع سبب نزول آية من سورة البقرة، الآية رقم 207، وهي قول المولى عز وجل: ومن الناس من يشري، يشري يعني يبيع، عكس يشتري، يشتري يعني يشتري، أما يشري يعني يبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سبحان الملك، شو بقى هو بيشري، بيبيع نفسه لله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك ربنا بيقول له: مش انت بعت نفسك ليا، انا رؤوف بيك جدا، وهتشوف انا هكرمك ازاي. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزلت هذه الآية كما في الحديث الذي رواه مسلم، نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين. اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد ايذاء المشركين باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان منه الا انه يعني اشار عليهم في البدايه بالهجره الى الحبشه، وحصل الهجره الاولى ثم الهجره الثانيه، وكان ليها مناسبه مش عايزين نخش في تفصيلها. ثم بعد ذلك اشتد الايذاء اكثر من الاول، فخشي النبي على اصحابه من ان يفتنوا في دينهم، فامرهم بالهجره الى المدينه المنوره، ثم هاجر بعدهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما هاجر النبي عليه السلام، كان صهيب الرومي تاخر، فكان عايز يهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا صهيب الرومي كان جاي من بلاد الروم، وكان فقير جدا جدا، وربنا أغناه من فضله سبحانه وتعالى، بدأ يبيع ويشتري ويبيع ويشتري لحد ما ربنا أكرمه بقى معاه ثروة كبيرة. فالمشركين كل همهم كان الفلوس والدنيا، ودايما كده أهل الإيمان يبقى همهم كله هو إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل قلوبهم موصولة به، وأهل الدنيا كل همهم الدرهم والدينار والشهرة والصيت والمنصب والجاه. يعني سبحان الله، كما قال الحسن: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحري. فالمشركين أول ما عرفوا أن صهيب الرومي رايح يهاجر من مكة للمدينة، اختبأوا له عند مخرج مكة وقالوا له كلمات عجيبة جدا. قالوا: يا صهيب، جئتنا صعلوكا، واليوم بعد أن اغتنيت تريد أن تذهب بالمال كله وتذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني شوف، كل دماغه مشغولة بإيه؟ مش مشغولة بأنه هو هيهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كل شغلهم أن أنت هتاخد الفلوس اللي عندك ديت وتروح بها إيه؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صهيب: والله إنكم لتعلمون أني من أرماكم. أنتوا عارفين أن أنا أكتر واحد مشهور برماية السهام. كان صهيب الرومي لو معاه 100 سهم كان لا يخطئ سهما واحدا، كان مشهور جدا برماية السهام. فقال لهم إيه؟ فبتلك السهام التي معي بكل سهم أقتل رجلا منكم، وما تبقى منكم أقتله بالسيف. ولكن يعني إيه؟ كأنه عايز لهم الطيب أحسن. ايه رأيكم اذا دللتكم على مالي؟ انتوا الفلوس مهمة بالنسبة لكم، انا ما يهمنيش الدنيا باللي فيها، كل الدنيا دي ما تسويش عندي جناح بعوضة، كل اللي يهمني ان انا القى النبي صلى الله عليه وسلم، وان انا اهاجر الى النبي عليه السلام علشان ربنا يكرمني بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم: اذا دللتكم على مالي فاتركوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: بلى. قال لهم: فمالي في المكان الفلاني. تخيل ان هم سابوه ليه؟ مع انه هو يعني هو عدوهم وهم اعداؤه، لانهم عارفين ان الصحابه عمرهم ما كذبوا على ربنا سبحانه وتعالى، فكيف يكذبون على البشر؟ النهارده في بعض المسلمين ما بيصدقوش بعض، يعني حتى لما يجي واحد يحلف للتاني يقول له قالوا ايه مش عارف حافظ المثال، انت حافظه اكتر مني، قالوا للحرام اسرق قال جالك الفرج. سبحان الله،
لان في ناس النهارده يعني طبعا ان شاء الله يكونوا قليلين، يعني ربنا يا رب يتوب على الجميع يا رب. في ناس النهارده ما بتوقرش ربنا، سهل قوي قوي ان يطلع ويحلف بربنا ويقسم بالله كذب، مع ان الموضوع اخطر مما تتخيل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح بيقول: اذن لي، الحديث ده ليه روايتين، اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الارض السفلى. شوف حجمه عامل ازاي، حاجه لا تخطر على قلب بشر. رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، رجليه بتشق السبع ارضين وجسمه بيشق السبع سماوات، ومعدي سدره المنتهى ومعدي الكرسي لحد ما وصل لعرش الرحمن وعلى قرنه العرش. يقول ذلك الملك، الملك ده يعني انا مش عارف اقول لك قد ايه، ده قد الكره الارضيه كم مره، خد بالك ده ملك واحد، عبد من عباد الله، جند من جنود الله. فيقول ذلك الملك وهو قد حنى جبهته، يقول: سبحانك ما اعظمك. فربنا يرد عليه يقول له: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. خبر ابيض، يعني تخيل لما ملك بالضخامه ديت بيقول له: رب سبحانك ما اعظمك. فربنا بيرد عليه بيقول: شوف انت بتوقرني ازاي وانت ملك، شوف حجمك عامل ازاي. ما علم بتلك العظمه من حلف بي كاذبا. خصوصا في الاسواق التجاريه سهل جدا جدا انك تروح لواحد تقول له: لو سمحت اديني كيلو تفاح، يقول لك: كيلو التفاح ب 20 جنيه، تقول له: طب مش ب 15؟ يقول لك: والله العظيم واقف عليا ب 19 جنيه و 75 قرش، انا ببيع بس بربع جنيه كده عشان نحارب الغلاء كده ونكرم الغلابه، يعني خد بال حضرتك. سبحان الله، انا لما الاقي بياع بيحلف بقول له: لو سمحت ما تحلفش، خد اللي انت عايزه، بس الله يبارك فيك ما تحلفش. ليه انت مش مصدقني؟ لا مصدقك الله يبارك فيك، بس مش عايزين نجعل ربنا سبحانه وتعالى عرضه لايماننا. الله يبارك فيك بلاش. الحاجه دي بكام؟ ب 20 جنيه، انا عارف انها هتسوى 10 جنيه. عندي استعداد ادفع فيها 30 جنيه، بس ما حدش يحلف بربنا كذب. هي دي المساله. شوف لما توقر ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ازاي. سيدنا عيسى ابن مريم كما ثبت في الحديث الصحيح انه في يوم من الايام راى رجلا يسرق، مش سمع عن واحد بيسرق، شافه قدام عينيه. تخيل حضراتكم انت ماشي كده في الشارع فلقيت واحد بيحط ايده في جيب التاني وبيطلع فلوس، فقلت له: يا خبر انت بتسرق؟ فقال لك: والله العظيم ما سرقت، حلف بالله. فسيدنا عيسى من توقير ربنا قال له ايه؟ قال له: صدقتك وكذبت عيني. انت صادق ما دمت حلفت بالله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف له بالله فليرضى. هتعمل ايه؟ في انسان ما بيوقرش ربنا، انت من توقيرك لربنا خلاص ما دام حلف لك بالله خلاص انا مصدقك، رغم ان انا من جوايا عارف ان انت كذاب وانت صادق، بس خلاص انت حلفت بالله، تحمل انت مسؤولية حلفانك بالله سبحانه وتعالى. وانا من توقيري لله سبحانه وتعالى لازم اصدقك، لاني بوقر اسم ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا صهيب قال لهم: مالي في المكان الفلاني؟ هم عارفين انه صادق ولا يمكن يكذب ابدا، سابوه مشوا، خد بالك، وراحوا لقوا المال في نفس المكان اللي هو اشار لهم اليه، ساب فلوسه كلها ورايح عمال بيفكر، لكن عنده ثقه في الله سبحانه وتعالى. يا ترى هجيب الفلوس دي تاني ازاي؟ او حتى مش لازم الفلوس كلها، طب اصرف ازاي؟ اروح يعني هرمي نفسي على الناس كده وانا ولسه ما النبي عليه الصلاه والسلام ما قالهمش بقى حته المؤاخاه بين المهاجرين والانصار، هم رايحين مش عارفين اللي هيحصل، لكن هم واثقين ان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من السماء وانهم لن يضيعوا ابدا ما داموا ينفذون امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماشي عمال بيفكر اعمل ايه اعمل ايه، لكن انا عندي يقين في الله وثقه في الله. قبل ما يوصل صهيب المدينة المنورة كان جبريل عليه السلام سبقه سبحان الملك. هو رايح من مكة للمدينة وجبريل نازل له من فوق سبع سماوات، نازل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة بالآيات الجميلة دي، بالآية الجميلة دي بيقول للنبي: صهيب صاحبك باع كل حاجة وضحى بكل حاجة علشان يجي ويهاجر ويبقى معاك يا رسول الله، وأنزل عليه هذه الآية التي تتلى إلى يوم القيامة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فسيدنا جبريل بيقول لسيدنا النبي عليه السلام بيقول له: صاحبك صهيب ضحى بحاجات كتيرة جدا وباع نفسه لله سبحانه وتعالى، وربنا بيكرمه بأننا أنزل أقول لك الآية دي نازلة في هذا الصحابي الجليل ومن كان على شاكلته. فالنبي أول ما لقى صهيب جاي من مكة للمدينة والغبار على وشه تعبان جدا من طول المشوار هو ماشي لوحده، فأول ما شافه إكراما ليه قام له النبي صلى الله عليه وسلم وهش وبش في وجهه وقال: ربح البيع أبا يحيى،
ربح البيع أبا يحيى. أبو يحيى دي الكنية بتاعت صهيب الرومي. الله قد إيه حاجة جميلة أوي إن أنت تبذل نفسك ومالك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ومن أجل نصرة هذا الدين العظيم. كل واحد سيحاسب يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم تبلى السرائر. أنا ممكن أتظاهر قدامك بأن أنا بأبذل الكثير والكثير من أجل هذا الدين، لكن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من الذي يبذل ومن الذي يظن الناس أنه يبذل. ولذلك الإنسان لابد أنه يخلص النية لله سبحانه وتعالى. الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. البذل من أجل الدين ممكن يكون متعب وممكن يكون فيه مشقة على النفس، خصوصا لو كان في إنفاق أو في جهاد في سبيل الله أو في تعب وسهر وحاجات كده. يعني سبحان الله، يعني طريق الدعوة طريق محفوف بالمكاره، طريق مليان بالأشواك. تخيل حضرتك من يوم ما تدخل الدعوة لابد ان انت تستزيد يوميا، وإلا هتمارس دعوة ازاي؟ كيف تمارس الدعوة وانت مثلا درست كتابين 3 10 20 واكتفيت بهذا وخلاص عمال بتدعو وتقول يا يعني اطلع الشاشة ورزقهم وخلاص؟ لا، الواحد لازم يعتبر نفسه تلميذ. انا كل درس لازم اقعد في بيتي واحضر واقعد في مكتبتي ويوميا اقعد في مكتبتي، والله ثم والله ما بيقلش عن من 15 ل 18 ساعة يوميا في المكتبة، من أجل تصنيف كتبي، من أجل دروسي، من أجل محاضرة، لا أخرج إلا لتصوير درس أو لصلة رحم، إلى غير ذلك لا ليا بقى لا في العزومات ولا في الأعداد ولا في السهرات، ماليش في الحاجات ده خالص، لأني أتمنى إن ربنا يكرمني وأستثمر عمري صح، ما ضيعش عمري، لأن أغلى حاجة عندي عمري. فلوس تضيع مش مشكلة، أي حاجة عربيتي تضيع مش مشكلة، أي حاجة تضيع مش مشكلة، وياما الواحد ياما ضاعت منه أشياء وياما اتعامل فيه وياما اتنصب عليه وياما، مش مشكلة. المهم محدش ينصب عليك في عمرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ما قالش الفلوس والمنصب، لأن الفلوس والمنصب كله رايح وكله إلى زوال، وما تشغلش بالك بالكلام ده خالص، لكن أهم حاجة العمر. قال: الصحة والفراغ. ما كان يمكن يقول الفراغ بس ويسيب من الصحة، لا، ما أنا لو عندي فراغ وما عنديش صحة ما أنا مش عارف أعبد ربنا. يعني انا لو ما فيش صحه اصلي قيام الليل ازاي؟ هقعد اطلب العلم واروح عشان اسجل واصور وادي درس هنا ولا هنا ازاي؟ ازاي هروح احج وانا ما عنديش صحه؟ ازاي ان انا هصوم وما عنديش صحه؟ ازاي هعمل مناسك الحج وما عنديش صحه؟ يبقى قال لك الصحه والفراغ دول نعمتين كبار قوي، استثمرهم. ولذلك قال لك كما عند الحاكم بسند صحيح: اغتنم اغتنم، دي غنيمه والله بس انت مش واخد بالك. اغتنم خمسا قبل خمس، كم من ضمنها؟ شوف قد ايه، شبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك، كم من ضمن الخمسه؟ الحياه والعمر والشباب. طب ليه ذكر الشباب وذكر العمر؟ قال لك ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطوره شان الخاص. انت يوم القيامه هتسال عن عمرك: لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن 4، من عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. رغم أن الشباب ده جزء من العمر، ما هو العمر ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن طفولة وبعدين شباب وبعدين كهولة وبعدين شيخوخة، واخد بالك؟ طيب ما الشباب ده جزء من العمر، قال لك لا، بس خد بالك بعد ما تتسئل عن العمر كله توتال كده على بعضه، بعد كده لازم تتسئل عن فترة الشباب، لأن هي فترة الشهوة والقوة. استثمرتها في ايه؟ في طاعة ربنا. الله أكبر، يبقى هتكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. خد بالك، اوعى تفرح بشبابك بأن انت تطغى، افرح بشبابك بأن انت تستثمر شبابك ده في كل خير يقربك من ربنا. استمتع وعيش حياتك وتفسح، اوعى تفتكر ان عايزك تقفل على نفسك، اتفسح وانبسط وتمتع بحياتك، لكن في نفس الوقت اوعى تنسى فرض ربك واوعى تنسى فضل ربك سبحانه وتعالى. استثمر شبابك في الخير، اعمل حاجة كده، فكر لمستقبلك، فكر لنفع البلد، فكر لنفع دينك، فكر لنفع إخوانك وأمك وأبوك وزوجتك وأولادك، فكر في نفع جيرانك، فكر في نفع اليتامى اللي حواليك. اقعد كده فكر، وعشان ربنا يكرمك ويبقى ليك بصمة في الدنيا ديت قبل ما تروح. وكده كده كلنا مروحين، والجميل فيك ان انت لما تستثمر عمرك ده الله أكبر عليك، عمرك ما هتندم على أي لحظة. عشان كده قال لك اغتنم خمسا قبل خمسين. في ناس كتيرة بذلت وفي ناس كتيرة تعبت،
كان الإمام أحمد يقول له إلى متى تطلب العلم؟ يقول مع المحبرة إلى المقبرة. مسألة متعبة جدا إن أنت تحبس نفسك بين أربع جدران، ليل ونهار عايش وسط الكتب، عمال تقرأ عمال تعمل وعمال، لدرجة إن عينيك نفسها بتضعف وأحيانا متبقاش شايف خالص، بس أنت سعيد وفرحان. وأسعد حاجة في حياة المسلم إنك يوم ما تنام تبقى نايم وأنت مهدود حيلك وتعبان ابتغاء مرضات الله، في غيرك بيتهد حيله علشان خاطر الدنيا، فأنت خلي حيلك لك يتهدي من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى. نكمل مع بعض آية وحكاية، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. رح نعيش بالقلوب مع كل آية، نعرف المعنى وتدينا الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. هي الواحد أحيانا بيحضر مواضيع في حاجات معينة، لكن بيجد نفسه بينساق لموضوع اللي هو موضوع الساعة، موضوع أخواننا في سوريا والبلاء اللي هم فيه. ربنا يا رب يعفو عنهم يا رب، ويفرج همهم ويحقن دماءهم يا رب العالمين. الآية دي النهاردة جاية على الجرح، أنا بهديها لكل الثوار من أهل سوريا، كل شباب الثورة في سوريا، هذا الجيش الحر المحترم، هذا الجيش الحر الأبي، هذا الجيش الذي يحارب أكبر طاغية عرفناه في العصر الحديث. احنا كنا فاكرين ان 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 في طاغوت، ان ما فيش طاغوت اكبر من بتاعنا وبتاع تونس وبتاع ليبيا، ده طلع بشار اسخن منهم كلهم، طلع اسوء واحد فيهم كلهم. فبقول ان شاء الله ربنا يكرمكم، وتذكروا هذه الايه دائما. ومن الناس من يشري نفسه، انتوا بتبيعوا نفسكم بس لله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. خلاص ربنا سبحانه وتعالى، شوف من رحمته. يعني ابن عباس بيقول كلمة حلوة قوي في تفسير الآية دي، بيقول سبحان الله أنفس هو خلقها. نشوف الآية بتقول إيه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وهديهم قدامها إيه؟ الجنة. بيقول أنا بشتري منك نفسك ومالك وهديك الجنة. فابن عباس بيقول إيه؟ سبحان الله أنفس هو خلقها وأموال هو رزقها، ثم يأخذها منك، ثم يأخذها منك ويعطيك الجنة، ربح البيع والله. يعني تخيل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقك وأعطاك المال، وبيقول لك أنا خلقتك وديتك الفلوس، اديني نفسك واديني فلوسك ديت، وسماها فلوسك مع أن هي أصلا الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، والنفس من عند الله سبحانه وتعالى، أنت لا تملك من نفسك أي شيء، سبحان الله. ورغم ذلك بيقول لك هاخد منك نفسك ومالك وديك الجنة. ولله المثل الأعلى. تخيل حضرتك، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وسمع بصير. بقول لحضرتك خد القلم ده مني هدية، فبعد ما خدت مني القلم بعدها بساعتين قلت لك ايه رأيك تديني القلم اللي معاك دوت وديك 5 مليون دولار؟ بتقول لي سبحان الله ده هو اصلا بتاعك. اقول لك لا ما تشغلش بالك، اديني القلم ده بقى وديك 5 مليون دولار. انسى المثل ده خالص، ولله المثل الأعلى. فلما ربنا يخلق الإنسان دوت ويحفظه ويرعاه ويكلأه ويحميه سبحانه وتعالى، ويرزقه ويديله الفلوس ويوسع عليه، وفي الآخر خالص بيقول له اديني بقى النفس اللي أنا خلقتها ديت، واديني المال اللي أنا رزقته لك دوت، وهديك جنة عرضها السماوات والأرض، قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شوف مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون ده كان ابن عم فرعون، ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بنعمة الإيمان. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. خلاص مفيش أنساب، مش بقى فرعون هيقول ده مؤمن آل فرعون ده كان ابن عمه، مفيش. حتى الأب والأم والأولاد خلاص، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إلا عمله هيبطأه عن دخول الجنة، لن يسرع به نسبه. نسبك مش هينفعك، مش تقول مثلا ده الحمد لله ده أنا والدي، يعني زي كانوا يعملوا كده في الصحيفة بتاعت
خد بالك، ويقول لك ده انا طلع النسب بتاعي راجع للحسين رضي الله عنه وارضاه، او انا من كل هذه الاشياء لا تنفع الانسان الا لا ينفعك الا عملك الصالح. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها، ولا تزر وازره وزر اخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سبحان الملك. إذن لن ينفعك إلا عملك الصالح. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، خد بالك، أو يتبع الميت ثلاثة في الحديث الآخر، هو ده اللي نقصده، يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فأرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. لا ينفعك إلا عملك الصالح، هو ده اللي ينفعك، محدش ينفعك أبدا إلا عملك الصالح. عشان كده انت محتاج ان انت تتزود، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. ففرعون ابن عمه بقى كان مؤمن، لما عرف ان فرعون عايز يقتل سيدنا موسى عليه السلام، شوف ربنا بيقول في القران في سوره القصص: وجاء رجل، سمى رجل، هي دي الرجوله، وجاء رجل من اقصى المدينه، مش جاي بقى يتمشى، لا يسعى، جاي بسرعه ليه؟ عشان يلحق قبل ما يتقتل. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، قال: يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج اني لك من الناصحين. حد فينا يعرف الرجل ده اسمه ايه؟ محدش يعرف. ليه؟ القران بيعلمك ان انت تنسى حظ نفسك، وتنسى حته الشهره، وان انا لما اعمل حاجه لازم الناس تعرف مين اللي عملها، ولازم باسم منشور، ولازم باسم معروف. اعمل الحاجه لله سبحانه وتعالى، ومش مهم يكون الناس عارفينك. شوف الايات الثانيه في سوره ياسين، هاجر رجل هو مؤمن ياسين، خد بالك، طبعا يقال في بعض الروايات ان اسمه حبيب النجار، لكن لا يوجد اي روايه صحيحه تدل على صحه هذا الاسم. احنا كنا بنقوله مجازا كده ان هو سمعنا ان هو حبيب النجار، لكن ما حدش عارف اسمه الحقيقي فعلا يعني. فربنا سبحانه وتعالى ارسل الى قريه يقال ان هي انطاكيا، ارسل لهم ثلاث رسل، ارسل رسولين فكذبوه فعززهم بثالث برضه كذبوه. الرجل جاي من اقصى المدينه عشان ايه؟ علشان ينصر هؤلاء الرسل وينصر دين المولى عز وجل سبحانه وتعالى. وجاء من اقصى المدينه رجل، برضه رجل يسعى، قال: يا قوم، شوف بقى شيء، الله على الجمال، الله على رقه الدعوه، هم اصلا كفار والراجل دوت مؤمن، ما قالهمش قال يا كفر اتبعوا المرسلين، يا مشركين، يا ناس اللي ملكوش لازمه، ما قالش الكلام ده خالص، دي مش دعوه، دي مالهاش علاقه بالدعوه، انما بكل ادب. ما قالهمش ايه؟ ما قالهمش، كان برضه كان ممكن يقولهم برضه باسلوب مهذب: يا اهل انطاكيا، يا ساده القوم، لا لا لا، قال لهم يا قوم، بيقربهم ليه؟ وعايز يقول لهم انتوا حته مني، بس يا ريت تؤمنوا. شوف الاسلوب الجميل. والى عاد اخاهم هودا، والى ثمود اخاهم صالح، وهكذا اخاهم، رغم انهم كفار، فبيقول اخاهم، هم اخوه في الانسانيه، خد بالك، لكنه يذكرهم بالاخوه عشان بس يحببهم ويقربهم عشان يتبعوا، خد بالك. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، ااتخذ من دونه الهه إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. لو عملت كده، إني آمنت بربكم، ركز معايا في اللفظ اللي جاي، إني آمنت بربكم فاسمعون، تحس الكلمة جاية وراح كده إيه في الفضاء كده بعيدة جدا، إني آمنت بربكم فاسمعون. بعدها قطع، إيه اللي حصل؟ قتلوه، قيل ادخل الجنة. بعد ما كان بيبذل لهم الدعوة في الدنيا، بذل لهم الدعوة بعد موتي. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. النهاردة محتاجين ان احنا فعلا نبذل، كلنا محتاجين نبذل بالدعاء، بالمال، باللي يقدر ربنا يكرمه ويقدر يروح يساند اخوانه في سوريا، يروح باللي يقدر يعمل اي حاجة يقدمها لهؤلاء المساكين، ان فعلا الناس تعبت سنة ونص ذبح وقتل واغتصاب وتشريد، مين في الدنيا يتحمل كده يا جماعة؟ انا مش متخيل ان في انسان في الدنيا ممكن يتحمل اللي هم تحملوه. اهل ليبيا تحملوا كثير والكثير، لكن الحمد لله الثورة عندهم لم تستغرق الا بضعة اشهر وخلاص وانتهت،
ثورة في مصر يا دوب يعني ما فيش كام يوم، خد بالك من يوم 25 ل 11 والموضوع الحمد لله انتهى. في اليمن استمرت كام شهر وخلصت، انما دول بقى لهم سنة ونص النهارده في ذبح وتشريد ويعني وانتهاكات اعراض واشياء لا تخطر على قلب بشر. هذا الرجل المجرم فعلا يعني كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة، إن شاء الله ربنا يأخذه أخذ عزيز مقتدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هفكركم وأنا بقول لكم وأنا في القناة، هفكركم بعد فترة قصيرة جدا وقريبة جدا إن شاء الله كيف ستكون نهاية بشار وأعوانه. والله العظيم ربنا هيسلك صدوركم وهيفرحكم فرحة لا تخطر على قلب بشر في بشار هذا. هتشوفوا في يوم فعلا ليس كمثله يوم إن شاء الله. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم يا رب العالمين، اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم إن أهل سوريا جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم داوي مرضاهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين يا رب العالمين، وأعنا على أن نأخذ بأيدي المصريين إلى كل خير، واجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، وإن شاء الله نلتقي يوم السبت بكرة أجازة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش بالقلوب مع كل لما نقرأ في الكتاب.